Monday morning, Montbéliard. عم بقولها صح؟ هذا هو. Waiting for our Uber. Uber is here. Let's go to the city center. وقعت الكاميرا. Thank you. Ladies and gentlemen, نقدم لكم لكنا ان I have no idea وين نحن بس السيتي سنتر. لاس شو يما؟ استعد الله هذا هو. طبعا هذه هي المناطق السياحية الجميلة جدا. خلي ولي بدي اكل. اول شيء اكل بعدين نحكي. بدها تشتي؟ نروح على البحر. هيك هيك ليتس جو. اللي ما اكل امورينو عمرينو. اطيب ايس كريم وشوكليت بالكره الارضيه. تذكروا من يومين كيف قلت بحب الامطار الصيفيه؟ ربنا عم بينعم علينا ونزل مطر بنص الصيف. هربوا قبل ما تشتي علينا. هربوا من برشلونه لتولوز. يا دوب غطينا بتولوز. اقترحوا ان نسافر على مدينه ثانيه اسمها مونبلييه. انا على اساس انه بعرف بالخريطه انا، لا هلا مش عارفان اقول اسم البلد. يا دوب حطيت على الكرسي حجزنا على مونبلييه. كمان 3 ساعات بالبوس وصلنا لهون باخر الليل. اير بي ام بي نمبر 1 رفض يدخلنا لانه تاخر الوقت. اير بي ام بي 2 قبل يدخلنا. نمنا صحينا طلعنا شتت الدنيا، بطلنا نشوف المدينه. لو ضلينا ببلادكم مش اشرف لنا؟ I did not plan. لا I'm having fun, it's really nice. Look what happens to the city لما تشتت الدنيا. هيو ولا حدا. قال هيك الجو مشمس. هيك مشمس؟ ولا في شمس أكثر من هيك؟ فضحتونا قسما بالله قدام الفلوج. حسين تعال عمو في أحسن مدينة بالعالم. ولا كلمة ولك شطافات ما عندكم بالحمامات، أي أحسن مدينة. حسين شو رايك بيوروب؟ بكل بساطة والحق يقال إذا زرتوا بلد واحد بأوروبا كانكم زرتوها كلها. هلا أكيد في فروقات minor differences بالإنرجي، بنقشة الحجر، بلون الطريق، minimal ولكن overall لواحد غريب ما نو عارفان هذه الفروقات، زرتوا بلد زرتوهم كلهم. نحن هون بدير الزور أمور طيبة كانت عم تشتت الدنيا والبلد ميتة. It's مثل ما قالت الحجة إيلاندي، الله يرحم جواز سفرك. أيوة هاي فايف. اليوم بالليل إن الله راد رايحين على البلاد بتولوز أو نات تولوز. ها 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 زعلانة على فكرة، حرام توقعت البلد تكون تصلي بالمير تصلي بالعملة. طيب بدكم تعرفوا مين الصبية؟ عرفهم؟ لا شي ساد نو. This is something really nice. يا بيفر واحدة من الشغلات الجميلة بالسفر الأوروبي هي الترانسبورتيشن سيستم. It is so tight. يوصلك بكل النقاط بأسعار زهيدة. يعني هون بفرنسا تركب الترانسبورتيشن سيستم بيورو و60 سنت بيعطيك اكسس على كل الببليك ترانسبورتيشن لمده ساعه. يعني تركب ترام على مترو على باص على مش تاكسي، كلياتهم هذول خلال الساعه. او فيك تاخذ مثلا دي باس 3 دايز 5 دايز 1 ويك 1 مانث حسب مده اقامتك. ولكن للاشخاص اللي مثلي اللي جايين مثلا من مجتمع دوله الامارات اللي نحن كثير معتمدين فيه على السيارات، التعود على هيك سيستم شوي صعب. ليه؟ لانك يو نيد تو بلان التريب تبعتك قبل بوقت كتير منيح ولازم تكون دقيق بمواعيدك، لانه الترام او الترين او البوس بس ما بينطروا حدا، واذا ضيعت واحد راحت عليك لفتره زمنيه لتلاقي الثاني والثالث والرابع. يعني عادي
بتضيع عليك الترام الاول، الثاني بيجي بعده بثلاث دقائق او خمس دقائق، ما خمس دقائق شو بتحرز، مش بحرز شيء. ولكن اذا شابكها مع مترو، شابكها مع طياره، وشابكها مع 700 شغله، تاخير ثلاث دقائق ممكن يخرب لك نهارك كلياته. واقل مشوار بدك تبدل فيه 6 7 8 9 وسائل مواصلات او محطات عشان تقدر توصل للدستنيشن تبعك. فهذه شغله بتركب سيارتك من بيتك تروح على الدستنيشن اللي انت بدك اياها، مكان لمكان، نقطه من الف الى باء، انسى. طبعا اكيد بيعتمد على الدستنيشن اللي رايح. انيويز رايحين ناكل بيجل هلا. واحدة من الشغلات كمان الجميلة بيوروبا كلها هي الحارات القديمة، اللي بتحس الحيط عم بيحكي معك على كتر ما فيه تاريخ. يعني أنا واحد من الأشخاص اللي بحب الحارات مثل هيك. وصلنا؟ هي فود تايم، بيجل and you. I want you to take a look at the menu. Come with me. Menu time. That's the bagel master doing his thing. Bagel and you, thank you. باي. منظر هذا الشيء واو. هذا المحل يعتمد من غير ما اكل ولا شيء. تعال دعسنا بالمره. سيدات سادة، نقدم لكم فيغاس. نفس الشيء بالضبط. اول شيء هيك مديها مع جوتا. I told you. نعم خلص أكل ونرجع لكم. مول جميل، open door، كل المحلات تعرفوها فيه. ما بعرف إذا حكيت لكم إنه أخذين شيء اسمه بلا بلا كار على تولوز. بلا بلا كار رح أشرح لكم عنه بعد شوي. ولكن واحد من أفشل المشاريع بالكرة الأرضية، لأنه لهلا صرنا ساعة عم ندور على البلا بلا كار والبلا بلا كار عم يدور علينا، ورحنا وجينا من نفس المطرح شي 3-4 مرات، والدنيا عم تشتي وهاتك نلاقي بعض. وينه؟ ها؟ ما في شمس، في مطر. شوفوا أنا وأخي صبحي تحت الشجرة لأنه عم تمطر الدنيا. جينيفر رايح تدور على جيفري جعفري اللي مش عارفان يلاقي المكان، وما بده يشغل جوجل مابس مشان يلاقينا. إلهي يا جيفري يا ابن ام جيفري. بنص فصل موبيليه، توع راسك موبيليه يا ابن الهبله. ايه هذا هو جيفري، هذا هو اللي رايح ياخذنا على تولوز. رح دقه قتله، خلي ادنيه يكبروا اكثر ومنخاره كمان. 3 اور دوس اور. حلو لحالنا على الطريق، الله يستر. بلابلا كار هو ويب سايت بيساعد الاشخاص اللي عم يتنقلوا من نقطه الف الى النقطه باء بسياره فاضيه انهم يعبوا سيارتهم باشخاص محتاجين يتنقلوا من نقطه الف الى النقطه باء. يعني جيفري ابو الشباب كان موجود بمونبلييه وبده يرجع على تولوز، بدل ما يرجع وسيارته فاضيه ياخذ 10 يورو 15 يورو على الراكب وبيسلوه بالطريق، منه بيدفع حق السالك الجيت بوابات العبور، منه بيدفع حق البترول شوي بتسنده. كفكرة مواصلات رائعة جدا، ولكن تفتقر لبعض التفاصيل الدقيقة واللي هي لما اتنيناتنا نضيع بعض. نحن موجودين تحت الشجرة الفلانية، انا موجود جنب الحيط الفلاني، وهاتك خود نلاقي بعض. ليترلي قعدنا ندور على جيفري شي حوالي الساعتين وعم نبرم بمكاننا، وهو قاعد ناطرنا جنب السينما وسبعين ساعة على التليفون ولا كان يقلنا. ففي كوميونيكيشن بروبلم بيك تايم. ما علينا، صباح الخير، يا لقاء، بكره احلى.